اخبك اشي، كأنك عم دوري على نور، بس بدي ذكرك انه انا الادارة. انت مفكرتيني جذبة ولا عم تجذبي علي؟ عن شو حضرتك عم تحكي؟ بتعرفي كتير منيح عن شو حضرتي عم بحكي، ولا فكرك فيكي تعملي فيي هيك لعبة؟ لعبة شو؟ هيدا الملف مش أول مرة بتشوفيه، ما هيك؟ بس أنا بعرف شغلي معك. ليكي ولي، أنا بحياتي ما غلطت غلطة صغيرة بشغلي، مش تأجي ارتكب هيك غلطة كبيرة. بتحكي قصة الكمية؟ ايه. وجاية تكبي عنا قلبك علي؟ لا أنا مش من مستوي البحر والرمل والإسمنت، هيدا كله مستويك. بعدين أنا ما رح فوت حالي بهيك قصة وسخة. يعني شو عليكي؟ أنت اللي وسخة. احترمي حالك ولا تغلطي معي، يكفيكي غلط واحد. أوكي؟ بعدين كلنا بنغلط، مش عيب إنه نغلط، المهم إنك تتعلمي من كيسك. لا أنت بتعرفي بالعيب؟ أنا بعرف كتير منيح أنت اللي عملتي هيك. إذا عرف نور شو عملتي، كيف ممكن يطلع بوجهك أو يحط عينه بعينك بعد اليوم؟ أنا هلا فهمت ليش نور رماكي هالرمي وبتطلع ورا، لأنه عن جد أنت وحدة مش انا برافو نور، عم توقف معها ضدي؟ عن جد أنا بطلت أعرفك. تعرف شو؟ أنا رح أروح، بس رح يجي نهار وتعرف الخراب كله من ورا مين. تعرف إنه وحدة مجنونة هي ما لازم تاخد إجازة، بدها تترك الشغل. لك أنت عن شو عم تحكي؟ مجنون أنت التاني؟ أنا مو فهمان شي من اللي عم بصير. ليك فادي، لا تتزعك علي لأنه أنا صاحي لك كتير منيح، وما رح حل عن هي القصة قبل ما أعرف شو اللي عم بصير. اوكي اخي، لا تحل عن القصه بس حل عني. تكرم، راح حل عنك، بس بالاول بدي اياك تعرف انه في حدا عم يعمل ملعوب بماريا، وهذا الشيء مستحيل ينعمل الا من شخص واصل للملفات. مجد، انا اللي عندي قلت لك يا وانا اللي عندي قلت لك يا، واذا مفكر انك تخرب لها سمعتها للبنت كرمال تبعدها عن نور أو بحجة إنك بتحبها، فبتكون كتير غلطان، لأنه هذا اسمه عيب، عيب عليك. تشاو. شو يعني إجازة؟ إيه فيك تفهمني؟ ولا آخر همك مصلحة الشغل كرمال عيونها للست ماريا؟ لك يا مخلوق استحي، البنت مضغوطة وغلطت، وصلت معي لهون من كلامك ها؟ ما عجبك كلامي صح؟ لا مو عاجبني. ليش عم قول شي غلط؟ ايه بتعرف يا استاذ بأي بلد بالعالم إذا حدا غلط هالغلط بيتقلع من شغله قبل ما ينسأل ليش؟ ايه بأي بلد بالعالم، بس هون مو أي بلد بالعالم. والهيئة كمان الست ماريا مو أي حدا صح؟ ليش ما عم تقدر تقلعه؟ لساتك بتحبها. تفضل. شو بدك من نور؟ ليه بعت ماريا وهي هون؟ أنا عن جد ماريا كان بدي أشوفك لحتى أعتذر منك عن اللي صار. هو اللي جبرك تحكي هذا الحكي؟ مانك مضطرة أبداً. أنا ما جبرت حدا. من قلبي بدي أعتذر منك ماريا، لأنه ما كان لازم نوصل لهم. عم نحاول نحلها ماريا. طب شو رأيك نتوي هالصفحة ونفتح صفحة جديدة؟ طيب، فإذا أنا رح أترككم لحالكم شوي. لا، خليكي شوي. في شي بدي أقوله ولازم نكون نحن موجودين. أنا حامل. شو يعني حامل؟ بعرف إن الوضع بيناتنا ما منيح ونحن منفصلين. بس هذا اللي صار.
تتركينا لحالنا شوي؟ شو ماريا؟ شو هالفيلم هاد؟ منين لوين انت حامل؟ من كل عقلك عم تسألني؟ شو عم تفكر نور؟ معقول عم تفكر اني عم بعمل هيك قصد؟ دي هدول الحركات اللي عم تعمليهم حقهم فرنجين، هدول حركات وحده مفلسه. انا مش تبع حركات، بس لما بدي اعمل حركات رح فاتيكي شي بحياتك مش شايفتي. تفضل. كنت عم استناك تطلع ما كنت تطلع. شو؟ شو رح تساوي؟ رح استنى. شو رح تساوي؟ شو رح تستنى؟ نور ماريا عم تلعب علينا كلنا. كيف يعني بقى عم تلعب علينا كلياتنا؟ هذا حمل ما فيه لعب. بعدين ماريا ما بتعملها. ماريا ما بتعملها؟ انت ما بتعرف النسوان مستعدين يسووا اي شيء مشان الرجال اللي براسهم؟ لا بعرف انه النسوان بيساووا شو ما كان مشان الرجال اللي براسهم، بعرف منيح. بس ماريا مو من هذا النوع. ما كنت تقول هيك قبل ما تعرف قصتها مع فادي. اوكي، افترضنا انه هذا الحكي كله صحيح. طيب شو بيضمن انه هذا الولد ابنك؟ ما سألت حالك؟ فكر فيها شوي. ليش ما بيطلع من فادي مثلا؟ ميرا الله يسترك، اتركيني لحالي، مالي ناقص. يلا. أنا شو عملت ليكون حظي هيك؟ إيه؟ شو عملت؟ شو في؟ شو صاير؟ لك ماريا طلعت حامل من نور. إنه الطبيعي يا حبيبتي، صار لهم زمان كاتبين كتابهم، وكان لازم تحطي هذا الاحتمال براسك. ماما، هيدا ملعوب عم تعمله، وإذا هي مفكرة إنه بهي الطريقة بدها تاخذ مني نور بتكون كتير غلطانة. والله، والله لخليها تمشي وتحكي حالها. ميرا شو بكي؟ شو صاير لك؟ هيدا أول شاب بيعمل فيكي هيك. ماما من اليوم ورايح بدك تتعودي على هالشي، لأني رح أعمل المستحيل. بتعرفي شو هو المستحيل؟ المستحيل حتى يضل نور إلي، إلي وبس. خليكي صريحة معي، ممكن يكون لفادي؟ انت منتبه على حالك شو عم تحكي نور؟ انا ما في شيء بيني وبين فادي، واللي صار صار من 10 سنين، كانت غلطة. بحب ذكرك انه انا وياك كنا تاركين، كان صار لنا سنة تاركين. كيف بدك يعني صدق وصار لك 10 سنين عم تكذبي علي؟ مو مكذب، انت اللي عم تكذب. لا تفوتيني بهي المتاهات. الله يخليكي، انا صادق معك من اول لحظة عرفتك فيها لحد هلا. هلا؟ ايه لهلا. وميرا؟ ميرا شبه ميرا. مش منتبه على حالك انك تغيرت من يوم ما شفتها؟ ليك وجهك كيف بيتغير بالسن شي بسرعتها، حتى ما بتعود تطلع فيي. ماريا مشان الله. ولك بلا ماريا بلا بلوط، بشرفك نور. اللي انت بعدك فايق على شي من ماريا، بتتذكر ولو شي صغير. انتبه على حالك كيف عم تحكي معي. انا بدي العب عليك؟ ليه؟ نور نحن صرنا 16 سنة مع بعض، هيدي العشرة ما خلتك تعرف انا كيف بتصرف وكيف بفكر وشو ممكن اعمل. فظيعة هالمرة، عن جد فظيعة. ما اقول شو غيرتك، انت عم تتصرف معي هيك بسبب. سامحيني انا غلطت، بعتذر حبيبتي، بس والله معمي على قلبي، ما عم بعرف شو صاير لي. قلت لك شو اللي عم بصير لك. خليني اروح معك على الدكتور. ايه لا
تتركني هالمشاكل لحالي نور. بليز تركني لحالي شوي. ما تخاف، رح اثبت لك انه ابنك. انا حابب اخبركم على شغلي. ماريا حامل. شو؟ عن جد عم تحكي؟ ايه هذا خبر حلو. مبروك. خبر كثير حلو. بس لازم تعجلوا شوي بموضوع العرس. بكير على هالحكي شوي. مبروك نور. دي ورقة تعهد لازم تمضيلي عليها بأنك عارفة مدى خطورة العملية وأي احتمال ينتج عنها. مدام ماريا، لآخر مرة بقولك البيبي عنده شهرين، مطلوب منك أن انت تستني شهرين اتنين كمان بس عشان تقللي نسبة الخطورة على الجنين. كثير بيهمني أكثر من أي شيء. زي ما تحب. أنا متأكدة إنه قصة حملة كلها كذب بكذب. عم تساوي هذا الشيء كله مشان ما تفقس عرسها وبقص إيدي إذا ما كانت أمها ورا هالمرعوب كله. لك أنت شو عم تحكي؟ هادي أنا وأنت بنعرف كثير منيح إنه ماريا ونور مو لبعض. إيه وطلع النصيب مقسوم هيك. شو ما سوينا ما رح نقدر نغيره. لك شو عم تحكي انت نصيبه مقسوم؟ عم قلك البنت عم تكذب علينا كلنا. انت ما بتعرفيها، ماريا ما بتعمل هيك، هي اكبر من هيك حركات بكتير. واو، فجأة صارت ماريا الملاك الطاهر. ايه بالنسبة إلي هي هيك. اوكي، اذا بالنسبة لإلك هي هيك وبما انك بتعرف انه نور ما بيحبها، لا تيأس، انا ما رح استسلم، ما بدي اياك تستسلم، سامح؟